أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة تمكنت بفضل الله خلال الفترة من 5 إلى 14 ذي الحجة لعام 1441 للهجرة من إنقاذ أكثر من 698 شخصاً وإخلاء 77 شخص و11 أسرة وإيواء 633 شخص وثلاث أسر جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق. وفي هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم محمد الحمادي وهو المتحدث الرسمي للدفاع المدني. مقدم محمد أهلا بك في أخباركم، كل عام وأنت بخير. أهلا، مساء الخير لكم، كل عام وأنت بخير والمشاهدين الكرام. بداية ودي نأخذ فكرة عن كيف تم التعامل خلال هذه الأيام وحنا شايفين الأجواء في مناطق مختلفة من المملكة، أمطار الخير والبركة الله يعم بنفعها رجال البلاد، كيف كان التعامل معها من قبل المديرية العامة للدفاع المدني؟ الدفاع المدني يتعامل مع الحالات المناخية من خلال أولا التنسيق مع الهيئة العامة لصالح حماية البيئة في ظل وجود أو رصد تحليل البيانات حول وجود ظاهرة أو تغير مناخي، ويتبلغ به الدفاع المدني يعمل فورا على رفع الجاهزية وإعداد مراحل الاستعداد والجاهزية للحالات المطرية مثلا من خلال تعميد خطط الانتشار للفرق الميدانية ورفع جاهزية القوة البشرية والآلية وفرق الدعوم وأيضا الإجراءات الوقائية من خلال بث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام للجميع حول الحالة المناخية المتوقعة، الأمطار، حدود هذه الحالة، مدتها، عمقها، الإرشادات المناسبة والملائمة المطلوب التقيد بها للحالة. هذه الإجراءات هي قبل دخول الحالة المناخية، فرض دخول الحالة المناخية يتم رفع الجاهزية والمباشرة الميدانية في تلقي البلاغات من قبل فرق الدفاع المدني والاستمرار في الإجراءات التنسيقية حيال رفع جاهزية اللجان الفورية والفرعية للدفاع المدني وهم عدد من الجهات الحكومية بحال تطلب الأمر تنعقد اللجان لتباشر مهامها وهي تصغير وتهيئة إمكانات الدولة في هذه الجهات لتنفيذ أعمال الدفاع المدني. حتى بعد انتهاء الحالة يتم هناك متابعة من خلال التقارير وإعادة رفع التقارير وتحديث البيانات حول الاضطرابات مثلا او حاله الحالات التي تم رصدها ومتابعه كل ما يمكن خلال الحاله المناخيه وما يتطلبه الامر في اعداد خطط مستقبليه لهذا الامر. مقدم محمد، بالنسبه للحالات المطريه كذلك التعرض الى السيول نشاهدها في خلال هذه الايام، كيف يتم التعامل مع بلاغ مثلا الى نشوب او احتجاز عائله او اشخاص داخل مثلا احد السيول الخطيره على الدفاع المدني؟ اجراءات زي ما تحدثنا هو اجراءات توعويه واجراءات ميدانيه في حال حدث الحاله الاحتجاج يتم مباشره تلقي البلاغ للدفاع المدني وانتقال فرق انقاذ متخصصه في مثل هذه الحالات وفي وسائل انقاذ متخصصه ومن خلال منقذين متخصصين في الانقاذ المائي وحسب طبيعه الحاله يتم إجراء عملية الإنقاذ. دائما أعمال الإنقاذ في الأمطار وبشكل عام أعمال الإنقاذ هي ذات ظروف مختلفة بناء على طبيعة الحادث، فبالتالي تكون أعمال الإنقاذ مختلفة من حادث إلى حادث. جميع الزملاء في الميدان على قدر كبير من التأهيل حيال التعامل مع كافة الظروف المختلفة والتعامل معها. الحمد لله، الحمد ما تم إنقاذه جميعا بصحة جيدة. نتمنى الحقيقة من الجميع نتقيد بتعليمات الدفاع المدني سيما وأن جميع الأودية التي جرت ولله الحمد هي في مجراها الطبيعي. حالات الاحتجاج كانت أثناء عبور أو قطع هذه الأودية والدفاع المدني مستمر الحقيقة في رسالة للمجتمع حيال عدم تعريض أنفسهم ومن معهم الخطر من خلال قطع من الأودية وأن يتقيدوا بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات. جميل. مقدم محمد، وحنا نشهد في هذه الأيام الأمطار والسيول في كافة المناطق، ممكن مع ما يصل من الهيئة العامة للأرصاد من استمرار لهذه الحالات المطرية، ممكن رسالة نختم فيها موجهة لمرتادي هذه المناطق من قبل الدفاع المدني؟
نتمنى من الجميع عدم المخاطرة وإلقاء أنفسهم المستهلكة من خلال قطع هذه الأودية في حال وجود أي حالة مطرية. المفترض أن الجميع يلتزم بتعليمات الدفاع المدني، الابتعاد عن الأودية، عدم الخروج في حال المطرية أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى، ومحافظة على أنفسنا ومن معنا تجاه هذه التصرفات الغير مشروعة. بإذن الله يكون الالتزام من قبل مرتادي هذه المناطق. والشكر لك على هذه التوضيحات. كان معنا المقدم محمد الحمادي وهو المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني. وحنا نشهد الأيام سلطان الحالة المطرية في كافة مناطق المملكة، ممكن شفنا المقاطع والصور للسيول، وكثير من الوديان بحمد الله سالت، وكثير من السدود امتلأت في هذه الأيام. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها. وحنا رسالتنا